إذا القلب، تعريف القلب لغة هو تحويل الشيء عن وجهه، هذا في اللغة. أما الصلاح فهو تحويل النون الساكنة أو التنوين إلى ميم ساكنة مخفى بغنة إذا جاء بعدها حرف الباء. أعيد، ما هو القلب؟ القلب هو تحويل النون الساكنة أو التنوين إلى ميم ساكنة. كيف راح أحولها؟ الآن سنتعرف عليها بإذن الله تعالى. لكن هل هذه الميم الساكنة التي أتيت بها هل هي ظاهرة؟ نقول لا، مخفاة، بمعنى أنها غير ظاهرة، وهذا الأمر يكون مصحوبا بغنة. إذا تحويل النون الساكنة أو التنوين إلى ميم ساكنة مخفاة بغنة بشرط أن يأتي بعدها حرف الباء، إذا جاء بعدها حرف الباء. طب لو ما أتاش بعدها حرف الباء راح يكون أكيد من الأحكام الثلاثة المتبقية. طيب، إذا القلب هو تحويل النون الساكنة أو التنوين إلى ميم ساكنة مخفاة بغنة بمقدار حركتين، هذه الغنة طبعا بمقدار حركتين، وحروفه هو حرف واحد فقط هو الباء. والقلب يأتي في كلمة أو كلمتين مع النون وفي كلمتين مع التنوين، وهذا طبعا احنا تحدثنا عنه، التنوين لا يكون إلا في كلمتين، هذا تحدثنا عنه بشكل عام في أحكام النون الساكنة والتنوين، لابد أن يكون التنوين في كلمتين. طيب القلب، مثال على القلب، أنبئهم. إذا هنا النون جاء بعدها باء، كيف سننطقها؟ سننطقها أنبئهم، أنبئهم، هكذا يكون القلب. من بعد، من بعد، من بعد. جزاء بما، جزاء بما. لاحظت كيف القلب نقلب هذه النون إلى ميم ونخفي هذه الميم، هذا راح نتعرف عليه بعد قليل بإذن الله تعالى بشكل مفصل أكثر بإذن الله تعالى. طيب، يتحقق القلب بأمور ثلاثة، يعني حتى أنا أقلب لابد أن يكون عندي ثلاثة أمور أحققها حتى يكون هذا القلب شكله الصحيح. المرحلة الأولى هو تحويل النون الساكنة أو التنوين إلى ميم ساكن. قبل قليل قلنا أنبئهم، فكيف قرأناها؟ أم، حولنا النون الساكنة إلى ميم. إذا المرحلة الأولى هو تحويل النون الساكنة أو التنوين إلى ميم ساكنة. المرحلة الثانية هي إخفاء الميم الساكنة، ويكون إخفاء الميم بانطباق الشفتين. لكن ننتبه إلى نقطة مهمة جدا، انطباق الشفتين يكون بالملامسة ولا يكون بالضغط. لاحظتوا كيف كلمة أنبئهم؟ قلت أنبي، أنبي، ملامسة للشفتين وعدم الكز على الشفتين، لأنه لو قلت وضغطت على الشفتين سيؤدي هذا الضغط إلى خروج ميم واضحة، وهي الفكرة ليس بخروج ميم واضحة، إنما هي الميم هذه مخفاة. إذن إخفاء الميم الساكنة، ويكون إخفاء الميم بانطباق الشفتين بالملامسة، انطباق ملامسة وليس انطباق ضغط على الشفتين. المرحلة الثالثة تكون بإثبات الغنة في الميم بمقدار حركتين. إذا أنا أقول أم، إيش عملت أول شيء؟ غيرت وحولت هذه النون إلى ميم، ثم أخفيتها، لم أبقيها على وضوحها، لم أقول أم أم، لم أقول هكذا. إذا أخفيت هذه النون، هذه الميم، وبعد ذلك أتيت بغنة مصاحبة لهذا الأمر فقلت أم بهم، أم بهم، هكذا تنطق، وهو بعدم عمل فرجة. الفرجة يا جماعة تعمل صوت غريب عند الإنسان، فاللحظة لو قلت أنبئهم، أنبئهم، هذا الصوت غير جميل وغير واضح، لكنه الأصل أن أقول أنبئهم، أنبي، ملامسة الشفتين وعدم ترك الفرجة، وإنما ملامسة الشفتين ملامسة بسيطة، أنبئهم. حتى أن بعض مشايخنا جزاهم الله كل خير كان يضع الورقة بين الشفتين ويمررها يمنة ويسرة ويقولها انظر كيف تتحرك الورقة، لكن لو أنا ضغطت وكزيت على الشفتين لن تتحرك، هذا خطأ، وأيضا عدم إيجاد فرجة. إذن هذه الأمور الثلاثة التي يتحقق من خلالها القلب، وهي تحويل النون الساكنة أو التنوين إلى ميم، ثم إخفاء هذه الميم،
ثم إثبات الغنة مع هذه الميم طبعا بمقدار الحركتين، والغنة دائما تكون بمقدار الحركة. طيب، كيف ضبط القلب في القرآن الكريم؟ علامة القلب في المصحف تجديد النون الساكنة من سكونها ووضع ميما صغيرة فوقها مثل التي نراها من، ترون هذه الميم؟ هذه علامة القلب في القرآن، فإذا رأيتم هذه الميم فاعلموا أن هناك قلب. نلاحظ أو نفرق بين هذه الميم والميم التي ليست نهايتها شكل القائم هذا العمودي. هناك ميم أخرى سنتعرف عليها فيما بعد بإذن الله تعالى، لكن شكل الميم وعلامة الميم التي تعبر عن القلب في القرآن هي هذه الميم الموجودة أمامنا على الشاشة. إذا علامة القلب في المصحف هو تجريد النون الساكنة من سكونها ووضع ميما صغيرة فوقها كالتي نراها في هذه الشريط. طيب، هذا بالنسبة كان للنون الساكنة. طيب بالنسبة للتنوين، تحذف في التنوين إحدى الحركتين ويوضع بدلا منها ميما صغيرة نحو غلف. هذه الضمة طبعا هو الأصل أن تكون ضمتين متتاليتين، لكنها حذفت إحدى الحركتين ووضع بدالها ميم صغيرة. إذا الميم موجودة سواء في التنوين أو في النون، لكن في التنوين تبقى إحدى الحركتين، وفي النون الساكنة تحذف السكون وتبقى فقط الميم، فقط الميم. طيب، ممكن أحد يسأل ما هو سبب القلب؟ ما هو سبب القلب؟ سبب القلب هو سهولة النطق بالميم التي بعدها الباء، وذلك للتناسب الموجود بين النون والميم من جهة الغنة. لاحظوا النون والميم بينهم غنة، وبين الميم والباء من جهة المخرج هناك تناسب، فأتينا. يعني لماذا نحن نقول نأتي بميم؟ احنا قبل قليل عندما تحدثنا عن مراحل القلب قلنا تحويل هذه النون إلى ميم. طب لماذا أتينا بها بالميم؟ لماذا لم نأتي بالجيم؟ لماذا لم نأتي بالدال؟ لماذا نأتي بالخاء؟ أي حرف آخر؟ لماذا أتينا بالميم؟ هذا الأمر هو سهولة النطق بالميم التي بعدها الباء للتناسب الموجود بين النون والميم من جهة الغنة وبين الميم والباء من جهة المخرج. إذا هناك تناسب، وجود الميم هذا ليس عبثا وإنما لهذا التناسب الذي ذكرته الآن.